السلام عليكم، فؤاد بن جلول مصور هاوي. رانا حاضرين اليوم في اون اكسبوزيسيون في سونتر كوميرسيال تاع باب زوار، اون اكسبوزيسيون اورغانيزي بار حكمه دي زاد وشباب الرحمه غراس اوسي ا كالكو سبونسور. دونك عندنا اون اكسبوزيسيون اللي رانا فيها بلوس دو 75 فوتو، اللي لا ماجوريتي فيهم تصاور تاع الجزائر، فيها الثقافيه، فيها لي بيزاج، فيها بزاف منوعات اللي خلات يكون هذا الاقبال تاع الناس علينا اليوم. اون طونك مصور هاوي عندي اون غروس باسيون بور لا فوتوغرافي، واللي خلاتني نتلاقى بزاف تانيك لي فوتوغراف، باسكو لي زيفينمون فيها معارض، فيها تلاقى ناس سوغ دي سيت اكسيتيرا، خلاتني نقترب من حكمه دي زاد. دونك تلاقينا في ساحه الخير كما يقولوا، وجالتنا تكون عندنا هذه الفكره تاع يديروا اون اكسبوزيسيون ا بوت كاريتاتيف اللي تخلي الناس كما يقول لك يساعدوا، ومنها تكون عندهم نيشونج، تسمى يدو كلكو شوز دو كولتورال اون فوتو ويعاونو اون ميم طون. شوف لي بريز تاعي سون لي لو ستيل فوتوغرافيك تاعي اللي هو لي فوتو كولتورال اي لي بيزاج. دونك انا نحب بزاف لي بيزاج تاع بلادنا اي لي فوتو كولتورال، اون ساشون كو بالك لو كولتورال تاعنا على شي سنين ما نعرفش نلقاه، يفا ديسباغيتر. سي بور سا كو نشد بزاف الكولتورال الجزائري تاعنا حنايا. نورمال هاني تيليشارجيتها لا فيديو نطلعها في يوتيوب ديالي وندير فوتوش في الحاجة. داك بليفرمون اللي عنده عام صافي اون اني درنا اون اكسبوزيسيون هنا باب الزوار و سيتي اون اكسبوزيسيون ريسيت. الوغ هاد المره حبينا نديرو حاجه واحده اخرى نوتر كونسيبت، سي كو نعلقو تصاور الناس يجو يشوفوهم بوريا ما تفيد الوالو ما نفيدو لكاش حاجه. سي كو شفنا مع ان جروب دو جان تاع بينيفولا تاع شباب الرحمه، فهمنا معاهم كو نبيعو لي كادر ديالنا وكاع لا كوليكت تاع الدراهم اللي نديروها نعطوها لهم باش يعاونوا الدراري في العيد اللي ما عندهمش يشروا لهم حوايج ويفطروا الناس في رمضان وكذا. ان شاء الله الناس اللي يشوفوا فينا ويسمعوا فينا ارواحوا سي سي دي كادر انيدي مع دي فوتوغراف سي فري دي زاماتور مي دي بيل فوتو وتديها تعلقها شغل ما تلقاش اختها سي سا اون بليس راك دير الخير الناس محتاجين سي سا. فوالا حنا هاد ليفينمون هذايا راح راهو يكون كاريكاتيف، تما شغل راح نعاونوا به مجموعة شباب الرحمة لشراء ملابس العيد إن شاء الله. وحنا كونتاكتونا حكمة دي زاد هادوما تاع ليفينمونسيال، كونتاكتونا المرة اللي فاتت قبل رمضان، تما قبل رمضان باش نديروا واحد ليفينمون تاع في تي تي هذاك باش يكون المداخل تاعو كامل اللي يروحوا لشباب الرحمة. بعدها ما حسناش الحظ وديسيدينا نديروه في رمضان، في كان ليكسبوزيسيون فوتو هادوما ما درناهم اونتر 1500 دينار و 2500، كاين الكبار ب 2500 والصغار ب 1500. اه ده حجرها.